ضمن اهتمامات الصحف العربية والعبرية الصادرة اليوم، كتبت الأهرام المصرية أنه قبل أسبوع من افتتاح مؤتمر الأطراف الدولي للمناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، أعلن جون كيري المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ أن بلاده تدعم بحث تعويض الدول النامية عن الخسائر والأضرار التي تلحق بها بسبب ظاهرة تغير المناخي. في افتتاحية تحت عنوان إفريقيا الأقل انبعاثا للغازات والأكثر تأثرا بتغير المناخ، نقلت الصحيفة عن كيري قوله إن اتفاق باريس للمناخ للعام 2015 نص على أنه يتعين على الموقعين عليه بذل جهود أكبر للتعامل مع الخسائر والأضرار، مضيفا الآن علينا الانتقال إلى المستوى التالي والدخول في حوار جاد حول كيفية تعامل العالم مع هذه القضية. في الأردن أشارت الدستور إلى توقيع الرئيس اللبناني ميشيل عون نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن الوسيط الأمريكي قوله في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني: نعيش يوما تاريخيا بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير الاستقرار على جانبي الحدود. جريدة الراية القطرية كتبت تحت عنوان دفعة كبيرة للعلاقات القطرية الأوروبية أن افتتاح قطر لبعثة لها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في بروكسل يشكل دفعة كبيرة للعلاقات بين الجانبين ويعزز التعاون المشترك في كافة المجالات التي تحقق المصالح المشتركة للجانبين.